الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنور وجدي بشحمه ولحمه قاعد قدامي. إيه رأيك يا مفتاح؟ أنور بايف من جديد وقاعد قدامي، أصلح واحد في البلد يلعب دور أنور وجدي. يعني أنا مش كلب بلدي ولا حاجة؟ نجم قاعد قدامي. طب بالنسبة للمشية؟ أنور ماشي. طب بنات انصرف. أنور بيصرف يا بنات، اسمعوا الكلام. بالآسف. نعم يا حبيبي. أنا مش كلب بلدي؟ إطلاقاً أنور وجدي واقف قدامي. أمال ليه عندي إحساس رهيب بالهوهوة؟ عادة ده بيبقى تفسير علماء النفس، هوهوة عند النجاح في الكفاح. يعني أنت هوهوت قبل كده؟ أوه يا ما نجحت لما نجحت، يا ما يا ما يا ما. طمنتني على نفسي. عارف يا واد يا بروتا، أكتر حاجة بخلياني مبسوط وسعيد إيه؟ إيه؟ إن أنا سافرت قعدت سنين في الخارج أكافح وأناضل وأعمل مظاهرات وانتفاضات وحروب لغاية ما بنيت اسم مفتاح مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ وراه مباحث العالم. ربنا يزيدك. ورجعت لقيت صديقي شقيق عمري ناجح نجم الناس بتشاور عليه في الشارع. انت وش السعد عليا. وانت وش الهنا عليا. بس لعلمك يا مفتاح انا زعلان منك برضه، صعبان عليا. ليه يا حبيبي؟ بعد ما انت سافرت الدنيا شبعت فيا شلاليط. شلاليط؟ اه جمع شلوط. شلوط وبتقولها بجرأة كده يا اخي. ايوه. عموما احمد ربنا يا بروتا. الحمد لله. انت كنت بتاخد الشلوط هنا وسط اهلك وناسك في بلدك. في حد يحميك. أيوه. اما انا فاثناء الكفاح والنضال والمظاهرات والانتفاضات كنت اخد الشلوط ينطرني من بلد لبلد. ياه. من قاره لقاره. اتشلطت كتير. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. ايه ال 250 قاره؟ بتوع المثلث الارضي، ما خلتش بلد. ايه دول؟ ايه دول؟ ال 250 250 قاره بتوع المثلث الارضي. يعني العالم كبر فجأه. زاد مع زياده الاسعار. فعل ليه يا بروتو؟ اصل انت بتقول 250 قاره بتوع المثلث الارضي. مثلث ارضي ايه؟ مفيش قاره على وجه المثلث الارضي ماليش فيها صوالات وجوانب. يا جدع انت ايه؟ طب فعل ليه يا بروتو؟ ايه لفيت انت سافرت فين؟ ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. 250 قاره ازاي؟ يعني هما مش سبع قارات؟ ده انت في غيبوبه، مش في كوكب الارض. كوكب الارض ده ما هو الا مجموعه قارات. يا بتقول ايه انت؟ كوكب الارض ده كوكب. ها؟ كوكب. كوكب الارض ده ما هو كوكب الارض. اه ده واحد من ضمن مجموعه كواكب بتلف حوالين الشمس. كواكب في ايه؟ انت رحت فين؟ لفيت كل بص كوكب الارض ده ما هو الا متقسم قارات. اوكي. في الشمس. الشمس ده بتلف حواليها مجموعه شمسيه مجموعه كواكب. خلاص انت بتشرح لي احياء. ايه احياء؟ احياء يا ابو جهل الله يكسبك. ايه كواكب ومجموعه؟ الشمس بتلف حواليها كوكب الارض كوكب المشترى تحسين بين السرايات مجموعه تحسين. انت رحت فين؟ ال 250 250 قاره. بقول لك سبع قاره. انت مش بتسمع فؤاد المهندس يقول لك قلبي يا غاوي سبع قارات؟ يعني هو ده برهانك ان كوكب الارض سبع قارات؟ هو ده دليلك يعني؟ يعني انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ايه ده؟ انت إيه؟ ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. المثلث الارضي؟ ها؟ هو مش الكرة الارضية؟ ايه ده يا راجل؟ ده انت قديم قوي، ما اتلغت الكرة دي من زمان. الكرة اتلغت؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين الكرة لغوها من فترة طويلة. هو في ناس ماسكة الكرة؟ يا بروتا مالك انت منفعل ليه؟ يا جدع انت بتقول ايه؟ ال 250 قارة. جت ازاي 250؟ آه إيه؟ أنت ما عندكش خلفية ولا إيه؟ إيه الخلفية دي؟ مش الأطلنطي دخل كردون مباني فطلع مجموعة قارات جديدة؟ إيه ده؟ 6 أكتوبر والشروق. إمتى؟ ومجموعة كبيرة جدا. إمتى ده؟ إيه يا فروت عيب؟ يا ابني أنت راجل نجم. يعني إيه؟ يا افرض طلعت في برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعة زنقتك وسألتك قالت لك كوكب الأرض كام قارة؟ كوكب؟ ما تعرفش ترد؟ ده انا ابقى خايب كده. تسقط من نظر جمهورك اللي بيحبك. عندك حق. ده انت مثلا اعلى الشباب كتير. يبقى لازم تثقف نفسك. ايوه لازم. لازم من هنا ورايح. اتفرج على تلفزيونات نظيفه، اقرا كتب نظيفه، جرايد. ده انت بثلاثه ساغ لو اشتريت جورنال بتزوقيني يا ماما من على اي ناصيه. اسمه ايه؟ اسمه بتزوقيني يا ماما انترناشونال جورنال. وفتحت صفحه القارات صفحه 1,300,000 تكتشف ان ده مجنون. في ايه؟ انت في حاجه اتخبشت. انت بتزعل ايه؟ انا اشتري جورنال صفحه 1,300,000؟ ايوه ده انترناشونال. ده في ناس بتاخد ثانويه عامه من اول سطرين في الجورنال ده.
انا اقرا 1,300,000. معكش فلوس؟ افتح القناه المية المحليه بتاعت الدلتا. هي انت ارقامك زادت. فيها 100 محلية. ايوه انا عندي 8-9 قنوات. اشتري اريال جديد يجيب لك واريال ليه؟ اقف انت هتجيب ال 100، مش محتاج اريال. ايه اللي انت تعبان؟ انا مش تعبان، انا بحاول اثقفك. انت اللي جاهل. في ايه يا ولاد؟ في انت اللي مفعل. انا مش مفعل، انت اللي بتحب ابوس ايدك. وطي صوتك. انا مدوخ ورايا مباحث ومخابرات العالم. صوتك يعلى قمر صناعي صورنا، حد يتسنط علينا هيتقبض علينا احنا الثلاثه، هتودي نفسك في داهيه معايا، فمالوش لازمه. من فضلك حاول ان انت تركز، ان يبقى كل تركيزك في استيعاب المعلومه اللي انا بقدمها لك عن مجموعه الكواكب اللي بتحصل. كواكب؟ انا مضايقاني حكايه الكواكب دي. وطي صوتك، حد يسمعنا يتقبض علينا احنا الثلاثه. ابوس رجلك. ايه احنا الثلاثه دي يا بر؟ ارقامك زادت. انا مش مصدق نفسي. انت في ايه؟ انا مش مصدق نفسي. انت قاعد بت انا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسك في ايه؟ في مقابله تقابلها لي بعد 30 سنه في الغربه وحشتني. 30 سنه قلت اجي اقعد معاك. 30 سنه 30 سنه ده انت عندك كام سنه؟ 28 و7 شهور. احسبها بقى، احسبها بقى. يعني انت متغرب قبل ما تتولد بسنه و خمس شهور. شهور عشان ما تفكرش يا غبي. هتجنني يا جدع. انت بتبيع. ليه كده يا بروتا؟ بهدوء، انت عندك الدولار بيعمل كام شهر؟ دولار؟ ايوه الدولار بيعمل كام شهر عندك؟ بص انا جبت سير الدولارات. مش انت اللي تسالني يا بروتا؟ عيب. وطي صوتك، حد يسمعنا نتحبس احنا الثلاثه. ابوس ليه كده احنا الثلاثه دي؟ يعني دي ايه الحكايه دي؟ بروتا ده جزائي. انا عايز يتقبض علينا احنا الثلاثه. ده جزائي؟ انا عايز اشوف عني الكلبش ده ياخدنا احنا الثلاثه. ده جزائي يعني؟ فين الثالث؟ انت وحشتني، قلت انزل اقعد معاك نص يوم 48 ساعة يتعدوا على تعابين الساعة تقابلني كده. يعني انا جاي اشوفك 48 ساعة يتعدوا على تعابين الساعة وامشي. تعابين الساعة؟ في ايه يا بروت؟ ليه كده؟ تعابين ساعة ايه يا جدع حتة؟ ايوه الساعة. مش الساعة دي عقارب الساعة؟ اه ايه حكاية دي؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش خلفية. العقارب اتلغت من فترة يا اكسلانس. لغوا العقارب؟ من فترة طويلة. مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين العقارب لغوها من فترة طويلة يا اكسلانس. هو في ناس ماسكة العقارب؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتسنط علينا يتقبض علينا احنا الثلاثة. ابوس انا عايز. انت منفعل قوي. انا عايز احنا الثلاثة يتقبض علينا. انفعالك ده خطر. انت حيوان. تشتمني بعد 30 سنة في الغربة ونفسي اشوفك. 30 سنة تشتمني؟ انت جدع. انت بقى. خسارة، خسارة على الصداقة. يا خسارة على ايش؟ خسارة على ايش والبطيخ اللي ياما طفحناهم. انت حيوان كده. دي مقابلة جاي اقعد معاك نص يوم 48 ساعة. ايوه ايه نص يوم 48؟ اليوم عندك بكام؟ انت عندك الدولار بيعمل كام ساعة؟ دولار ايه؟ مش الدولار بيعمل حوالي؟ انا جبنا اسير الدولارات. ايوه الدولار بيعمل كام ساعة عندك؟ بيعمل الدولار بيعمل 96 ساعة. يبقى اليوم كام؟ 96 ساعة. انت حيوان. شوف انت بتغلط. انا بقول لك بصراحة بقى، يعني انا ده جزائي بعد 30 سنة وحشني قلت اشوفك. 30 سنة جاي تقضي معايا نص يوم 48 ساعة. يبقى اليوم بكام؟ 96 ساعة. انت بت اليوم ب 96 ساعة خلاص يا عم. ما كانتش يعني 24؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ واضح ان ما عنديش. الخلفيات كلها عندك انت. يا بروتو انت جاهل ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ 24 ساعة دول اتلغوا من فترة طويلة. لغوا ال 24 ساعة؟ مين اللي لغوها؟ اللي ماسكين ال 24 لغوها من فترة طويلة. انت بتعرف الناس دي ازاي؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتسند يتقبض علينا احنا الثلاثة. ايوه احنا الثلاثة على اي اساس؟ احنا الثلاثة على اي اساس؟ على اساس انا وانت. يعني ايه انا وانت ثلاثة؟ هو في حد غيرنا هنا؟ ايوه مفيش حد غيرنا. طب خلاص نبقى ثلاثة. فين الثلاثة؟ انا وانت. عدهم لي. واحد ثلاثة. واحد ثلاثة؟ حد يضرب حد على كبده كده؟ على ايه؟ على كبده. مفيش حد يتبلى عليا. بقول لك واحد ثلاثة. بتعيد الضرب على نفس الكبد؟ معقولة يعني؟ ده الكبد. هو انت
أي ده ما عندكش خلفية ولا إيه؟ والله ما عندي. ما أكيد اتنقل هنا من فترة. مين اللي نقله؟ اللي ماسكين الكلاوي. أنت بتعرف ناس زبالة. أنت منفعل أوي. أنت بتعرف ناس زبالة. أقسم لك هنتمسك إحنا التلاتة وهتبكي. يعني إيه؟ هتبكي بدل الدموع بسطرمة لما تعرف. ماشي. مش أنت بتقول واحد تلاتة؟ آه. أسيب كبدك يتهرس. واحد تلاتة. آه. فين بقى إن بتوين؟ فين اتنين؟ اتنين فين؟ يعني ايه الكلمة دي؟ كلمة ده رقم نمبر تو دو. ده انت قديم قوي. ده انت قديم قوي. ده انت من الثلاثينات يا راجل. ايه اللي من الثلاثينات؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله العظيم ما عندي خلفية. اتنين اتلغت من فترة يا لغوا اتنين. اتنين اتلغت من الحساب من فترة طويلة جدا. مين اللي لغوه؟ اللي ماسكين اتنين لغوها من يا فترة. يا ساتر يا بروتا. ايه يا ساتر على اللي ماسكين دول. يا بروتا يا بروتا الناس دي ايه يا جدع؟ يا حبيب قلبي انت راجل نجم. انت سافرت فين؟ انت راجل نجم. افرض طلعت ببرنامج على الهوا والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك واحد واحد كام ترد زي الاهبل تقول اتنين كده ولا ايه؟ لا اقول تلاته طبعا. والا يبقى شكلك ايه قدام جمهورك العريض؟ ابقى خايب. يبقى لازم تعمل ايه؟ اثقف نفسي بثلاثه ساغ. ما تزوقين يا ماما صفحه الجورنال ده انترناشونال جورنال. افتح صفحه الارقام مليون 300 الف تلاقي كل حاجه عن الارقام. برضه صفحه مليون و300 الف. انت منفعل. هم كلهم صفحه واحده. انت منفعل قوي يا ايه الجورنال ده؟ انت منفعل قوي. في حاجه في الدنيا اسمها متزوقين يا ماما؟ اوام يا ماما. اوام يا ماما ده الملحق يوم الخميس بس عشان ما تدوخش عليه. عشان ما تلفش عليه. خلاص انا هبقى اشوف انا الجورنال ده. مش ممكن انفعالك. بعدين لازم تعرف ان الانفعال خطر عليك دلوقتي. انا يا اخي انا ما انت بتنرفزني وكل شويه تقول لي مش عارف 250 ليه كده؟ يا بروتا انت ما بقتش صغير. انت 178 سنتي دلوقتي خلاص. وانت عندك كم سنتي؟ انا 176. أنا سنك كبر. سنك كبر يا بروتا. بص ما حدش يقفش على قلبه كده. ممكن يجي لك ضيق نفس. ما حدش يعمل كده في قلبه خالص. فين قلبي ده؟ قلب ما حدش يقفش على قلبه كده. دي ما الانسان ما هو الا عضله قلب بتضخ ال ده قلبي؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ نقلوا القلب؟ لا من فتره طويله جدا اتنقل بقى هنا. انت بتعرف ناس سوري؟ انت منفعل قوي يا جدع. في القلب يعني انا دلوقتي قلبك ده قلب مالك؟ مش عارف اخد نفسي. ايه ده؟ طب خد نفس خد نفس. بقيت كويس دلوقتي؟ قطه انت جاهل تتعلم ما تنفعلش. يا جدع انت بتقول حاجات. بقول لك ايه؟ لو سمحت. نعم. بعد اذنك انسى اللي انت سافرته ده. انا سافرت العالم كله. معلش اوكي. ال 250 بتوع المثلث الارضي. كوكب الارض كله. كوكب الارض خلاص. خلاص هما كوكب. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز منك حاجه غير لما اسالك تجاوب وخلاص. اوكي اسالني انا جاوب. بما انك سافرت. نعم. هسالك اسئله من غير ما تزوقين يا ماما. خلاص اوكي. مع انه ده مرجع تاريخي. خلاص هجيبه. اوكي. هبقى اجيبه انا المرجع ده. بلاد بره دي شكلها ايه؟ يا بروتا لو اتسالت في برنامج ولا بتعمل. يا لهوي ده انت جيت للصح بقى. جيت اللي يفيدك بقى. اجيب كرسي واجيلك. انا لفيت العالم كله يا بروتا. حلو. ما خلتش بلد في كوكب الارض ما رحتهاش. فاكر يا بروتا؟ فاكر يوم حفله الجامعه ما قلت لك انا حطير على فرنسا وفرنسا هتبقى اول محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي؟ ايوه فعلا. خدت بيجو 7 راكب وطياره. بيجو؟ على فرنسا. انا كل ما اكلمك هتقطعني ولا ايه؟ خدت بيجو؟ ايوه. احنا هنبتديها كده. ما هو لازم هتروح فرنسا لازم تروح بحاجه من الاثنين يا رينو يا بيجو. هتروح ازاي فرنسا؟ ما ينفعش حاجه تانية خالص. بيجو 7 راكب؟ ايوه. طلعت على فرنسا وفرنسا كانت اولى محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي. حلوه فرنسا. ومنها انطلق اسم مفتاح مفتاح المناضل والثوري. ما شاء الله. ما خلتش يا بروتا. لفتها خرم خرم عشان ما خلتش عشان ادرس نقط الضعف والقوه اللي فيها. ايوه صفر. باريس وجمال باريس. اسمع. نيس وروعه المناظر في نيس. بيقول كان والمهرجان كل سنه هناك. الاقصر والحضاره الفرعونيه. لا 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 لا. في ايه؟ انا سيبك من مصر. انا عارف مصر. يا حبيبي انا بقولك اوصف لي فرنسا. لفتها خرم خرم يا بروتا. ايوه انا سمعت الكلام. كانت اولى محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي. ما خلتش باريس وجمال باريس. نيس وروعه نيس. ايوه روعه. كان ومهرجانات كان. الاقصر والحناطير على الكورنيش كده. في ايه يا انت منفعل يا جدع؟ قلت لك سيبك من مصر كلمني عن فرنسا.
لفتها خرم خرم يا بروتا، كانت أول محطة في الكفاح والنضال بالنسبة لي. باريس وجمال باريس، نيس وروعة نيس، كان ومهرجانات كان، الأقصر والمعابد هناك. يا حيوان! أنت بتغلط كتير. أنت حيوان! انفعل عشان تطب ساكت دلوقتي. إيه ده؟ في إيه؟ بالراحة يا أنثى الزرافة، أنت مش عايز انفعال. بالراحة. أنا ههرس لك كبدك. أنت عندك أصلاً تضخم في الكبد، تعال. أنا لما كنت قاعد هنا. أيوة يا حيوان. اغلط اغلط كما تشاء. أيوة هغلط. حطم أواني الظهر والفخذ. بقول لك إيه؟ لما كنت قاعد هنا كان كلامي واضح جدا. لما قلت وصف لي فرنسا كان لفتها خرم خرم. أنا الإخرام دي تعباني. الإخرام دي مش مريحاني. أنت منفعل أوي. أنا منفعل. أنا حر في انفعالي. كانت أول محطة في الكفاح والنضال بالنسبة لي يا بروت. ماشي. باريس وجمال باريس. قول لي جميلة في إيه؟ ده أنا كان عندي حتة بيت على المريوطية هناك، أسطورة يا بروتا. حكاية. مريوطية. منك للترعة والناموس في الصيف، إيه مش قادر أقول لك يا بروتا. آه. يا سلام، ولا نيس، ولا كان، ولا الأقصر والشتا. حد يضرب حد. أنا عايزه يقف. أنا عايز قلبك يقف، يجي لك تصلب في الصوابع. أنا كده. ده أنا جاي أقعد معاك نص يوم. 48 ساعة. وصوتك يعلى لتنسى. هيبتقبض علينا حياة التلاتة. قلت لك نفسي اشوف اني كلبش هيقبض لك. بقول لك ايه؟ بتدخل الأقصر ليه في فرنسا؟ مش انت اللي بتقول لي وصف لي فرنسا، فبوصف لك محافظات فرنسا كلها. يعني ايه محافظات فرنسا؟ ما انا بوصف. بتحشر الأقصر ليه؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ الخلفيات كلها عندك انت. الأقصر خرجت من فترة. خرجت! الأقصر خرجت! من فترة طويلة جدا. خرجت ازاي؟ خرجت مع اسوان وقطفوا، خدوا بيجو. قطفوا! خرجت مع قطفوا! يا بروتا عيب، تعال تعال، انت راجل نجم يا بروتا. افرض طلعت ببرنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك الاقصر فين، ترد كده زي الاهبل تقول في مصر عادي وانت مش عارف؟ تسقط من نظر جمهورك، صح ولا غلط؟ يعني خرجت؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ اثقف نفسي. بثلاثه صاغ ما تزوقيني. خلاص! افتح صفحة الأقصر. صفحة الأقصر. قلت هجيبه. ماشي هجيب ماما تزوق قدامي. يا بروتا معاكش فلوس يا بروتا؟ افتح القناة المحلية المية بتاعتنا كل برضو حاجة. برضه قناة محلية مية؟ كل حاجة على الهواء. يا جدع أنت اتجننت. إيه ده أنا بقول كلام. أيوة يا بروتا، في إيه؟ إيه اللي خرجت وما خرجتش وبتاع؟ افتح القناة المحلية المية بتاعتنا. يا جدع مية إيه؟ بقول لك عندي 8-9 قنوات. هات تلفزيون نظيف واتفرج على تلفزيون. أنت تلفزيونك نوعه إيه؟ أنا أديداس، أشيك تلفزيونات في العالم. اديداس. ايوه اديداس برباطين تحفه. يعني تلفزيون برباط مش بسلك؟ لا السلك بيكهرب يهبل. انت في حاجه اسمها تلفزيون اديداس وباتا؟ باتا ده بتاع جاتو هات يا حمار. ايه اللي دخل ده في ده؟ انت فين؟ انا فين ايه يا بروتا؟ معقوله انت سافرت فين يا بروتا؟ معقوله يا نهار اسود يا بروتا؟ عيب عيب، ده انت راجل نجم يا بروتا. معقوله ما تعرفش ان الاقصر في فرنسا؟ ما اعرفش يا اخي. ليه عمرك ما زرت الهرم خالص ولا مره؟ هرم. ايوه اهرامات الجيزه بالاقصر. عمرك ما رحت اتفرجت؟ اهرامات الجيزه بالاقصر. ايوه الاربع اهرامات بتوعنا. عمرك انت حيوان؟ مش كل انت حيوان فعلا. اربع اهرامات مش هم خوف وخفرع ومنقرع وحسام؟ يبقوا كام؟ حسام ده جه امتى؟ لا الله يرحمها ام منقرع ولدت سيزيريان. الدكتور وهو بيقفل بعد عنك في الهرم فالواد رفص رجل نس. يعني عارف انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ ده تاريخ يا ابني، ده تاريخ. انت اخر مره زرت الاهرامات ما لاحظتش ان في هرمين ناقصين؟ ما لاحظتش. منقرع بقى راح الاقصر واستقر هناك. راح امتى؟ ده راح في اجازه نص السنه اللي فاتت مع مدرسته وقعد هناك. راح يتفسح؟ اه وفتح بازار وقعد، والاقصر قعدته وطلعت فرنسا. اديك عرفت المعلومه من يعني دلوقتي. منقرع في الاقصر؟ اه. وحسام لسه راجع امبارح من المنتخب مع مالي، عارف كانوا يبهدلونا هناك بعد عني. يعني حسام لسه راجع امبارح؟ اه. منقرع فين؟ في الأقصر. وحسام اهو وصل الحمد لله. الحمد لله يا رب. اديك عرفت. يبقى فاضل عندك ايه وايه؟ ايه بقى؟ خوفو. اه. وخفرع. ايوه. ده ايه؟ خوف. وده ايه؟ خفر. قناة السويس بتعدي بينهم. ايه كده؟ انت مش مصدق انك حيوان يا بروتا؟ من غير انفعال ابوس رجلك. انت مش قادر تقتنع ان الاقصر في فرنسا؟ اقنع. بلاش بلاش. اخر مره زرت الاهرامات زي الناس ما بتزور امتى؟ في العيد اللي فات. حلو، يعني اكيد اتفسحت زي الناس ما بتتفسح في العيد وشم النسيم. عادي. صورت جنب الهرم، اجرت جمل، اجرت كاريتا، ركبت تمساح وقعدت تجري بيه في الجبل. يا حيوان. يا حيوان. انا مش عارف انفعالك ده اخرته ايه.
انا اركب تمساح؟ العالم بتيجي من اخر البلاد تأجر تماسيح ودرجن درجن درجن عادي. انا ادفع فلوس عشان اركب تمساح؟ شعب 20 جنيه لو ليك قريب في السياحة. هو التمساح ده مش اللي بقه بيعمل كده؟ ايوه بقه بيعمل كده وليه ديل وحرافيش وضرب نضاره شمس 24 يعني هو ايه يا بروطه فيه ايه؟ تمساح ايه ده؟ انا مربي اتنين عندي في الهرم. كروكودايل؟ مربي تمساح ومربي جمل. يا سلام. عندي الاتنين. حتى الجمل بتاعي اول امبارح باض جاب لي جمل صغير محتار اسميه ايه؟ فلو تيجي معايا تسميه يبقى نبك فيا ثواب بعد اذنك. جملك باض؟ ايه المشكله؟ هو مش الجمل ده من الثدييات؟ ثدييات؟ امال الريش اللي على جتته ده كله ايه يا بطل؟ انت ما بتسمعش الراديو الصبح؟ الجمل بيبدا كوكوكوكو في الفجر. هم غيروا الاغنيه؟ لا هم لغوا الديك بعد عنك. انت ما عندكش خفيه. يا نهار اسود يا بروك. طب اثبت لك ازاي اذا كنت بلاش تاهت ولقيناها. ايه بقى اللي تعالى إيه؟ احنا كان عندنا اربع اهرامات. ده كان عندك انت. طب كمل انت بقى مع نفسك وهشوف اللي عليك. خلاص خلاص. خوف وخفرع ومنقرع وحسام. كان بيحرسهم تمثال جسمه جسم اسد وش وش بني ادم. ابو الهول ابو الهول. يا نهار جهل شباب. جهل؟ طبعا يضحك علينا الناس. ليه ليه ليه؟ ما اسموش ابو الهول يا حبيبي. امال اسمه ايه؟ اسمه ابو رامي معروفه في كل الدنيا يعني. ابو رامي؟ ايوه يا بروطه. ده طيب ما قريتش؟ مش هم فكوا رموز حجر مدحت ولقوا ان كل حاجه فيها مدحت؟ هم لغوا رشيد زمان جدا. ايه يا فروطه في ايه؟ انت بتعرف ناس زباله. شوف انت بتنفعل ازاي؟ طب بلاش تاهت ولقيناها. هي إيه تايهه على طول؟ بس تعالى بقى. ايه؟ نهر النيل بتاع مصر. امال بتاع العصير؟ طبعا بتاع مصر. الحمد لله نهر النيل بتاع مصر. يا هو من غير ما تزوقيني يا ماما. انا مبسوط من انا مبسوط الحمد من. لله. ركز بقى عشان نختصر الليله دي يا راجل. نهر النيل الابيض المتوسط ده يا حيوان. انا كل ما اكلمك بتخطئ. نهر النيل الابيض المتوسط كام فرع؟ فرعين. خساره على جهل الشباب. مش دمياط ورشيد وصدناوي وشامله يبقوا كام يا اكسلانس؟ اربع فروع. هي سلسله محلات. بروطة انت جاهل. انا اللي جاهل؟ طبعا جاهل. قول لي بقى انك ما تسمعش عن مذبحة الأقصر 86 بفرنسا. مذبحة الأقصر 86 بفرنسا ما سمعتش عنها؟ فين دي؟ يا خسارة يا خسارة يا بلد يا خسارة. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا في مذبحة الأقصر وانت نايم على ودانك في فرنسا. 35,000 شاب؟ 35,000 شاب راحوا في فرنسا في مذبحة الأقصر 86 وهم بيهدفوا الأقصر بلدنا بلد سواح. هي دي كانت مذبحة؟ ما سمعتش عن محمود رضا باشا زعيم المذبحة؟ هو ده كان زعيم؟ يا نهار اسود ده انت نايم في غيبوبه. انا فاكرها رقصه. يا ريتها نجحت يا ريتها نجحت. امال ايه اللي حصل؟ فشلت. فشلت مذبحه الاقصر 86 بفرنسا. عمي 34,999 راحوا ما فضلش منهم الا انا. الحمد لله انك عايش. وكان لازم اهرب. ورحت حته؟ هولندا. ايوه خلينا في هولندا. خلصنا من أم فرنسا! إيه؟ إيه البلد دي؟ دي بلد سخيفة! ده أنا كرهت الشانزليزيه وإيفل! إيفل مرمي في بولاق أبو العلا هنا بقى له أربع أيام لو عايز تزور. الحمد لله خلصنا من فرنسا. خلينا إحنا في هولندا. اتبهدلت يا بروت. عشان أعدي من حدود البرية من فرنسا لهولندا مرمطوني في مطار ألماظة. بهدلوني. كان في جيبي 37,000 لالالالي خدوهم كلهم. لالالالي؟ دي عملة؟ طبعا. كان معايا 37,000 لالالالي. لالالالي ولالي ولالي. لا ده انت مليونير كده. وحوالي ما يوازي 5,000 زلوط. زلوط؟ ما سابوليش زلوط واحد اجيب بيه سندوتش. دي عملة يا زلاليط؟ طبعا. دي عملة سخيفة قوي. يا بروت انت مش ما سابوليش حاجة اجيب بيها سندوتش زدق حتى من علي عربية يا اكسلانس. مرمط. اتمرمط. الحمد لله انك رحت هولندا. نزلت هولندا. اوصفها لي. لفيتها خرم. لا من غير اخرام. ابوس ايدك ولا كفاح. وصفها بس كده. ها ما خليتش امستردام لهاي المهندسين اوترا. انت منفعل قوي يا انت حيوان. شوف انت امستردام المهندسين لهاي. ازاي المهندسين دي؟ انت اللي بتقول لي يوصف لي محافظات هولندا. ازاي المهندسين؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ ما عنديش. مهندسين خرجت من فتره. خرجت؟
المهندسين خرجت. النبي خرجت. خرجت مع مين؟ مع جدتها. مين جدتها دي؟ العجوزة. يعني عشان تخرج تاخد حد كبير من العيلة. ونسيبها تهيس كده في هولندا؟ طب وما راحتش ليه مع اخوها الصغير؟ مين فيهم؟ شهاب. كانش ينفع. ليه؟ عيبه ايه شهاب؟ كان عنده دورة رمضانية هو ومصدق ومحي الدين، يعني كان فيه دورة بيلعبوا كلهم كورة. اه عشان كده بهدلها يا بروت. في هولندا حضرت واحدة من أبشع المذابح الدموية اللي ممكن تشوفها. اه مذبحة المهندسين 86 بهولندا يا عمرو. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا. أنا ملاحظ إن 35,000 شاب بيروحوا في كل حتة. ده رقم محدد للمذابح؟ لا يقل ولا يزيد. أنت رياش. 35,000 شاب من خيرة شباب البلد اتاخدوا غدر يا بروتا. خلاص خلاص بقى. 35,000 شاب راحوا مالهمش ذنب، دول كانوا بيضربوا مانجا قدام فرغالي مش في دماغهم يا. هو فرغالي خرج وخد المانجا. كل حاجة، المانجا، الجوافة، الموز باللبن، الخرطوم اللي بيرش بيه الكوبايات اتاخدت يا بروتا. كوبايات والناس تشرب ازاي؟ انت وكفك بقى، كف بنص جنيه، كف بجنيه وربع، كف باتنين، حسب السعة الكفية بتاعتك. والكف ده بكام؟ ده عايز قرض من بنك ناصر ده عشان تشرب بيه مانجا. ليه فرغالي يعمل كده؟ مرمطة مرمطة مش قادر اقول لك. تخيل انت تبقى واقف وجنبك صاحبك فجأة ما تلاقيهوش، الواد يبقى واقف ياخد الطلقة في صدره عصير الرمان ينفر. يا منظر. لا 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 لا، ايه المنظر ده؟ منظر بشع. جسمي قرعش خالص. بشع. تخيل تبقى واقف وجنبك صاحبك زمزميه واحده، جربنديه واحده، عيش وفجاه متلاقي. بس 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 يا القصه واضح انك اسيت. بس خلص فرفش بقى. وحشوني قوي اصدقائي. مين دول؟ الله يرحمهم. مين هم؟ انا فقدت 2.5 من اعز اصحابي في المذبحه دي يا بروت. 2.5؟ هو انت بصاحب ساعه؟ والاستيك عايش ولا ايه؟ فاكر التاريخ الاسود ده زي ما يكون امبارح. تاريخ اسود يا بروتا. انت ليه بس بتقلب على نفسك المواجع؟ اه فرفش بقى وانسى. 21 21 21 تاريخ اسود يا. ايه الرقم ده؟ 21 21 واحد. ما تحط لها قص 2 بالمره. مش قادر انسى. كانت الساعه 2 بعد نص الليل والشمس ضاربه في دماغ الرجاله وهم واقفين بالسلاح. حيوان حيوان كبير. ما بقول لك كده يا بروتا. وكان يوم جريس، انا فاكر انه كان يوم جريس. يوم ايه؟ الساعه 2 بالليل. يوم بعد... ايه يوم... كان يوم جريس. كان ايه اليوم ده؟ كان يوم يا بروت. ايه يوم الجريس ده يعني؟ يوم ايه يوم دي يعني؟ إيه يوم دي؟ يوم من ايام الاتمون عادي يعني. اتمون؟ ايه الاتمون ده؟ الاتمون اللي فات، الاتمون اللي جاي، اتمون يعني. انا بقول ايه يعني؟ ايه انا مش فاهم. ما عنديش خلفيه. انت ما تعرفش ان الاسبوع زاد يوم فبقى اتمون ولا ايه كده؟ زاد من فترة، زودوه من فترة يا. زاد سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس جريس جمعة، ده زاد بقاله كتير جدا. يعني بين الخميس والجمعة جريس؟ اه. وبين السبت والحد حسيس؟ اه. يا نهار اسود. ويا ريتها نجحت يا بروت. امال ايه؟ فشلت. في داهية. 34,999 راحوا وما فضلش منهم الا انا. وانت بتفضل ليه يعني؟ يعني ليه انت بتفضل؟ بستخبى ساعة الضرب انا هقف. اه وكان لازم اهرب. رحت حتة. رحت فين؟ مركز شباب روسيا. دي جديدة دي. ايه جديدة في ايه؟ يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب روسيا، مش كان فيه الاتحاد السوفيتي السكندري واتفتت؟ انت قصدك روسيا يعني؟ ايوه. اه. وهناك حضرت واحدة من أبشع المذابح اللي ممكن تتخيلها. كلهم مذابح. مذبحة الغردقة 86 بروسيا. أنا عندي سؤال واحد وخلاص. اه يا حبيبي. في حاجة فاضلة في مصر؟ ولا البلد هجت؟ لو ليك حد عند كوبري طوخ الحق زوره. رايح فين الكوبري؟ طلع ابو النمرس بعد بكره ومحدش عنده خلفية خالص. يطلع بالسلامة. نزلت روسيا. اه. عارف يعني ايه الجبهة في روسيا؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه تنزل الجبهة في روسيا وانت اعزل ومعكش سلاح؟ ايوه يعني. الطبيعة في روسيا ما هي الا مجموعة جبال صخرية، رملة، صحراء، صبار، منجنيز، صوديوم، معادن، مفيش لقمة تاكلها ولا درجة الحرارة جهنم الحمراء طول السنة، 50 تحت الصفر. يا حيوان! مفعل ايه؟ درجة الحرارة جهنم الحمراء 50 تحت الصفر. طبيعة قاسية. يعني الجو هناك برد نار.
الجو برد نار. يا نهار اسود، طبيعه قاسيه يا قطه. يعني انا لو ما لبستش بلوفر اعرق. تموت يا بروطه. نزلت الجبهه في روسيا فراغ نخل صبار جمال حيوانات متوحشه صحراء جرداء معيش لقمه اكلها ساعه 2 3 مش لاقي حرب. يوم فين الحرب؟ يوم الجريس ده ويك اند حرب. هو يوم اسود. قعدت يا بروطه، عدى عليا 4 ايام من غير لقمه اكلها في الجبهه. هموت يا بروطه. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت. اضطريت ايه؟ اضطريت اني اكل التفاحه لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. كلت ايه انت؟ كلت تفاحه لغايه اما الرجاله. تفاحه ايه؟ تفاحه ادم لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. بس كلت تفاحه ادم؟ امال اموت يعني؟ متزوقين يا ماما بياكلها في الزنقه. بس بعد ما كلت تفاحه ادم يا بروت طريقي نشف حطب 3 ايام من غير نقطه ميه على الرمله تلحسها حتى. هتش هموت من العطش يا بروطه. عملت ايه؟ الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت يا بروطه. ايوه اضطريت اني اعصر قصبه رجلي وشربت شوب عصير قصبه رقبه. يعني انت كلت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلك؟ امال اموت يعني؟ يعني انا لو جهت اكل لحم كتافي. لازم تتصرف. خبيش عليك يا بروطه، بعد ما كانت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلي، عارف التريحه اللي بعد الغدا دي؟ ايوه الواحد بيتقل بعد. افتكرت ايام زمان لما كنا انا وانت نقعد فوق السطح وندندل للست الله يرحمها ام كلثوم. اصيل يا واد. اترميت على السرير ولعت الاباجوره، كان فيها شجره موز، قطفت تفاحايه وقعدت مع نفسي بقى كده. عارف انت العيشه اللي مع نفسك دي؟ في الصحراء. طول عمري بقول قصر اندمجت، قمت مطلع طبله ودني بقى اقول انا قد الشوق. يا ريتني كنت معاك. يا ريت يا بروطه. والله كنت طلعت زمارة رقبتي وعملنا فرقة. متعة. والله متعة. متعة. والله كانت هتبقى فرقة كده. مش قادر أقول لك يا بروطه. قاعد أدندن أنا ومش مدي إخوانا يا بروطه وعمال أفتكرك وأفتكر الأيام الجميلة وفجأة 7 كتايب مشاة ميكانيكا مسلحين داخلين عليا. الحرب بدأت. وأنا أعزل يا بروطه معيش سلاح. أيوه. لو طالوني هيقتلوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. قمت مطلع سلسلة ظهري وملوش فيهم بقى. حلو حلو. ما حلتش يا بروطه. أيوه كده والآسف. أسكت. أوعى تستسلم. قاموا باعتين لي 4 عربيات مدرعة وأنا على رجلي يا بروطه. يا نهار أسود. لو جريت هيلحقوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. افتكرت المثل اللي بيقول لسانك ايه؟ حصانك. كنت راكب لساني ودرجة. الله اكبر. الله اكبر. طيران. اوعى تستسلم. انا لو وقفت هموت. ايوه. وانا راكب لساني لقيت نفسي بلق كده حار. يا نهار اسود ما معكش الجام. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. طلعت حبل افكاري في ثانيه وعملته الجام يا بروطه. حلو. لغايه ما لقيت مدفع رشاش. مسكته، بعتوا لي 7000 طياره مروحيه وانت عرفت سائق الطائرات. ايوه عارف. قمت نازل نص ركبه عملت سكور تحفه، وقعت 1000 طياره. ايوه. بس يا خساره. جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. الكمبيوتر كتب جيم اوفر. يا ريتو كتب جيم اوفر. امال كتب ايه؟ هنج الكلب مع اخر طياره داخله عليا. الكونكشن عمل انفكشن في البرودكشن بتاع المكش. عارف انت العيال دي؟ ولا يهمك. على فكره يا قلاسه. يا حبيبي انا مش عايزك تزعل. انا زعلان. لا 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 معلش، اللي حصل ده ممكن يزعلك. بس لعلمك انا استفدت. لازم تستفيد من تجارب الاخرين. والله استفدت يا ناس. بني آدم ما هو إلا مجموعة تجارب. إيه ده؟ إحنا كنا فين وبقينا فين؟ ياه، أنا من هنا ورايح أقول آسى هشيل فلوسي في البنكرياس. لا انت كده بتستعبط. اسمح ليه؟ لي انت بتستعبط. اسمح لي. ليه البنوك بتتقلب والناس بتاخد قروض وتفلق على بره؟ ما يبقاش ابني على كتفي وادور عليه. ثروتك مفيش حد يطولها الا ايدك. طب انت بتتصرف ازاي؟ انا كل ما املك في جيوب الانفيه وعامل لها كوتش كده، هات اصرف بعزق خلاص الموضوع اتحل يا بروطه. خلاص خلاص ده موضوع. خليها في جيوب الانفيه. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ إيه شكلي كويس؟ زي القمر بس شعرك منعكس شويه. طب تسلفني مشط رجلك اسرح بس. انت هتهزر بقى في الكفاح ولا ايه؟ لا والله بس عايز اسرح. ويا ريتها نجحت. امال ايه اللي حصل لها؟ فشلت. 34999 راح وما فضلش منهم الا انا. انت بتفضل فيه؟ وكان لازم اكت. رحت حته قلت اروح الكبيره ادمرها واجيب عليها واطيها. ايه الكبيره؟ وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك.
بس اخرس. الولايات المتحدة الأفغانية. أفغانيتي قصدك الأمريكية؟ كانت أمريكية لحد 11 سبتمبر، بقت كفتة يا معلم، انسى بقى خلاص الهاتش ده. خلاص انسى الكلام ده دلوقتي. عارف بس عارف. في مذبحة قاسية هناك يا فرد. أنا عارف يا عم، اسكت، ما راهمش حاجة غير إنهم يضربوا في طالبان. بعد عنك وبيرفدوا بقية المدرسة، ربنا يتولاهم. ماسكين في طالبان وسايبين الطالبات، أنا مش عارف. أنا مش عارف بيعملوا كده ليه يا بروت، أنا قعدت مع الراجل هناك مش عارف. أنا عارف. ليه؟ بيقولوا إنهم لقوا الدليل على بن لادن. دليل إيه؟ دليل إدانته. لقوا إيه؟ لقوا بصماته. فين؟ على قفا بوش. يلا. بس للأسف يا بروتا. إيه؟ هناك كانت نهايتي. الحمد لله. تقبض عليا. تقبض عليك؟ تقبض عليا هناك. فين؟ تقبض عليا هناك في أمريكا. أيوة فين في أمريكا يعني؟ في المباحث الفيدرالية الأمريكية WCC. بص يعني إيه WCC؟ ودخلوني المعتقل، وهناك قابلت راجل الله يسترها معاه، لولاه كنت اتسحلت. مش قادر أقول لك لولاه كنت اتسحلت. مين ده؟ الجنرال جورج قرداح. شخصية الله يسترها معاه، هو اللي نجدني يا بروتا. في الام بي سي؟ لا في الدبليو دبل سي. انت ايه؟ لا وانا دخلت المعتقل يا بروتا. وقعدوني على جهاز كشف الخبز. خبز؟ خبز فينو ولا بلدي؟ قعد. دخل عليها الجنرال. ايوه. قال لي سالخير. سنور. شو اسم الاخ؟ بروتا. جيت لوحدك ولا معك مرافق؟ مع المدام. معك شو اخ بروتا؟ اطلقها يا باشا. اخ بروتا بنسالك 15 سؤال، بتوصل معنا للسؤال 15 تربح المليون وبنفرج عنك. ها تفرق؟ هو انا هنا معتقل؟ اذا كان بدك تردنا كنت بترد علي انك بعد خالص. بتبغى حاضر. سكت فيك بتهزم تعجم مش نهائي. انت بتردح لي مش قرداحي. خلاص جاهز؟ جاهز. السؤال الاول. شوف انت بقى، تبقى رايح معشن نفسك ببريزة ولا حاجة، تاخد القفة ده تنسى اسم امك. هترد على ايه؟ ليه كده؟ رعب وفزع بعد عنك واضاء وتبريق وقعد. ايوه حاضر. دي اخر مرة بتنسيت خالص خالص. بس ده مع السؤال الاول. السؤال الاول. ايوه. شيء 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 شيء. انا كنت فاكرها دي والله، خدناها في تانية تالت. شيء دي مفيش اختيارات؟ ما بشهدني خالص. شيء معدني يطير في الهواء، له جناحان، بيسوق طيار، اسمه طيار عشان ما اطولش عليك. السؤال. ايوه. ما اسم هذا الشيء اللي اسمه طياره يا طور؟ ايوه مفيش اختيارات؟ بعطيك اربع اختيارات. كتر خيرك. سيب الحشد انتم مش الحين طاره. جري مش سنكم ولا غر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 
محمد منير. سير بس عند النعارة. سير بالغارة. سير بالنعارة. الإجابة رقم محمد منير. إجابة صحيحة. ألف 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 مبروك أخ بروطة. متشكر أخ جورج. ربحت معنا 5 ريال. بعد العذاب ده كله تقول لي 5 ريال؟ مش في ضريبة زفت على دماغك؟ ما حدش قال لي. بثلاثة ساخ ما تزوقيني يا ماما صفحة. ده زواق زبالة. اقعد. زواق ماما دي زبالة. اقعد. السؤال الثاني. احنا دخلنا حزام الزلازل كده. ما هو لون فستان زفاف المدام؟ ابيض. ايوه.
ابيض بالعقل كده، ابيض ابيض يا اما ابيض، يعني عارف محمد منير لون فستان زفاف المدام بتاعتك؟ بتاعتك انت. بتاعتي انا؟ اه. استعين بصديق. يا اختي هو يعرف اكتر. حياة الله اذا كان معك سلالير مشان السلالير تبعك. سلالير. معك سلالير؟ تفضل. اه. تعال. تفضل. مين الصديق اللي هتستعين به؟ رئيس تحرير جريدة متزوعين يا ماما. الراجل ده يعرف كل حاجة. ده خرج مصر يا راجل. مروق. انا اخ رئيس تحرير جريدة متزوقين يا ام اف يا جزمة وانت تتكلم ومعاه. معنا واحد هون بيدعي انه صديقك عايزك تساعده. مدة المكالمة 30 ثانية من ساعة ما انا رديت عليك. اهو معاك اهو. رد. الو. خلاص ال 30 ثانية خلصوا من ثلث ساعة. يا نهار اسود. اي. هو انت سافرت تلعب بالكمبيوتر وتعمل برامج؟ بقول لك ايه، بقول لك يا بروتا. فين الكفاح؟ انت لو شفت اللي انا شفته كنت تعرف اللي انا عانيته. ده انا اللي كفحت هنا. بروتا عشان نلخص الموضوع ده انا جاي اقعد معاك 48 ساعة نص يوم. مش هتتحرك تاني. هطلب منك طلب واحد وهغور من وشك. طلب ايه؟ طلب واحد وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا عرفت ان انا في الفترة اللي انا غبت فيها انت حوشت قرشين في حصلتك فمشكورا تتبرع. استنى هنا. نعم. فين الفلوس اللي قلت لي نصها لي؟ راحت على الكفاح والنضال ومش عايز ده توعد. يا حزني. ايه؟ يعني انت راجع ايده ورا وايده قدام؟ اقول لك يا بروتو هتساعدني ولا غور من وشك؟ طبعا هساعدك. ما انت صاحبي واخويا وقدر. خلاص شوف لي قرشين معاك وهردهم لك على الجزمه اول ما ربنا يكرمني بره. لا هشغلك معايا هنا. لا اسبوعين مش اكتر. لا مش هسافر تاني. هجيب تمن التذكره واغور من وشك زي ما بقول لك كده ولا هتتعتع من هنا. خلاص يا عم اللي تشوفه يعني شايفنا. لما يجي الاستاذ نكلمه. ما يجي مين؟ الاستاذ. انت عندك درس؟ لا. امال ايه؟ لا الاستاذ عزب. مين ده؟ صاحب المحطه الفضائيه. محطه فضائيه، محطه بنزين، المهم شغلني وخلاص. طب بقول لك ايه؟ نعم. انا انور وجدي. انور وجدي بشحمه ولحمه. مش كلب بلدي ولا حاجه اطلاقا. برنس واقف قدامي.